وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب السياسي الدكتور محمد جميح. دكتور محمد، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. التصريحات البريطانية من وزير الخارجية وتلتها تصريحات السفير البريطاني، على ماذا تحيي برأيك؟ طبعا يعني ينبغي أن تفهم بعض التصريحات من هنا أو هناك في ضياء معطيات في عفوا في ضوء معطيات محددة. يعني أولا ينبغي فهم هذه التصريحات في ضوء أو على ضوء أن بريطانيا تريد أن تلعب أدوارا مهمة في اليمن بحكم الارتباط التاريخي بين البريطانيين وجنوب البلاد سابقا، وتريد بريطانيا أن تكون هي لها اليد الطولة في هذا الملف، خاصة وأنها صاحبة القلم التي ترفع إلى مجلس الأمن القرارات الخاصة أو مسودات مشروع القرار والقرارات الخاصة باليمن. هذه نقطة. النقطة الأخرى، يجب أيضا عندما يصدر تصريح من هنا أو هناك في هذه الدولة أو تلك أن ننظر إلى شخصية المصرح. هناك بعض الطامحين سياسيا في الحكومة البريطانية أو في البرلمان أو في أي هيئة سياسية في بريطانيا يطمحون إلى لعب أدوار داخلية لا علاقة لها بالخارج، وبالتالي عندما يصرحون فإنهم يظنون بأن هذه التصريحات أو عندما يتخذون بعض المواقف يظنون أن هذه المواقف ربما تحسب كرصيد سياسي داخلي لهم إن في حملة انتخابية أو على مستوى طموح سياسي أعلى، كما حصل بالنسبة لجيرمي هانت وزير الخارجية السابق الذي يعني ضغط بكل قوته بإنجاز اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار في الحديدة، وكان الغرض من وراء ذلك أنه كان يطمح لأن يكون رئيسا لحزب المحافظين بعد أن قررت ماي الاستقالة من ذلك الحزب، وبالتالي يكون رئيسا لوزراء بريطانيا. إذا كان مدعوما أو كان مدفوعا بطموح داخلي لأن يتولى رئاسة الوزراء بريطانيا. نعم دكتور محمد، التصريحات الجديدة، نعم هناك مراقبون يعتبروا تصريحات البريطانية طوق نجاة جديد للميليشيات، خاصة بعد فشل اتفاق ستوكهولم وتنصل من المرجعية الثلاث، ما تعليقك؟ دعيني أقول بكل وضوح، نحن في اليمن الذين ننتصر ونحن الذين ننهزم. لا يستطيع طرف خارجي مهما كانت قوة هذا الطرف الخارجي أن يفرض على أهل الداخل شروطا محددة إذا كانوا مصممين على النصر. الخارج هو يتدخل عندما يفتح له الداخل أبواب التدخل. إذا رأى البريطانيون وغير البريطانيين من الحكومة جدية في أنه لا يمكن أن تتنازل الحكومة عن أي حق دستوري لهذه الحكومة في السيادة على ذرة من ترابها وقطرة من مياهها، فإن الخارج سوف يحترم هذه الإرادة. أختي العزيزة، هناك قرارات دولية 2216، قرار مهم يلزم ويتيح الفرصة للحكومة اليمنية بالسيطرة على كافة مياهها الإقليمية وترابها الوطني، وبالتالي لا يمكن أبدا لهذا التصريح أن يؤثر، لكن المعول هو على قوة الحكومة. أنا أضرب مثلا خطة جون كيري عندما أصر على أن يسوق لخطة كانت بالفعل وسطة حقيقية ودقيقة لبسط سيطرة الميليشيات على القرار اليمني. رفض الرئيس هادي حين ورفضت الحكومة، ومع ذلك أين ذهب كيري وأين ذهبت الخطة؟ ذهب كيري من الخارجية وانتهى تاريخه السياسي وانتهت خطته. يجب أن نكون أقوياء في الداخل من أجل أن نقول لا بملء الفم لأي كلام أو تصريح أو خطة أو محاولة أو مقترح ينتقص من سيادة البلاد وينتقص من حق الحكومة في السيطرة على كل ترابها الوطني ومياهها الإقليمية. نعم دكتور محمد، ما مستقبل التسوية السياسية في اليمن برأيك في ظل استمرار الميليشيات في الخروقات والدفع بأبناء القبائل إلى المعارك العبثية؟ دعني أقول بأن يعني أعلق على عبارة أن الحل العسكري يعني قد استنفذ أو أنه لن يكون هناك حل عسكري. أنا أقول بكل وضوح أن الحل العسكري لم تتح له الفرصة أصلا. يعني المحاولات السياسية لإعاقة هذا الحل العسكري هي التي لم تجعل هذا الحل ينجح. لو ترك الأمر للحل العسكري في الحديدة ولم تتدخل السياسة ولم يتدخل المجتمع الدولي والبريطانيون لما كنا في هذا الوضع. يعني أنا ضد مقولة أن الحل العسكري استنفذ وأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري. هناك إرادة سياسية لعدم إتاحة الفرصة للحل العسكري ليقوم بدوره،
وإلا فإن الجيش والقوات المشتركة كانت على أبواب مدينة الحديدة، أوقفت ليس بقرار عسكري ولكن بقرار سياسي. السياسة هي التي تتدخل، لكن إذا كنا في الجانب الميداني نرفض التدخل والإملاءات فإن الحل العسكري ممكن. عندما نقول الحل العسكري غير ممكن فهذا يعني أن الحوثيين قوة جبارة لا يمكن أن تهزم، هذا غير صحيح. نحن رأيناهم يولون الأدبار ويهزمون، لكن حقيقة الأمر أن هناك إرادة سياسية وليس عسكرية لعدم إنجاح وإنجاز الحل العسكري، متعللة بأن هذا الحل قد استنفذ وهو بالأصل لم تتح الفرصة له. نعم، شكرا للكاتب السياسي الدكتور محمد جميح، كنت معنا عبر الهاتف.